عشاء النبي صلي عليه، عشاء النبي صلي عليه. امكانيات العالم ميتي وبتجي الاسعار غالي، ايش بدك تعمل يعني؟ الله يعني عابي بمضيها، ايش بدي اقول لك على الكفاف؟ شو امنيتك؟ نرجع لبلادنا، نحن مهجرين، نرجع لخان شيخون، ما بدنا غيرها. رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل. رمضان خان شيخون، رمضان الدنيا هنيك كان. الدنيا العايش، الفقير عايش قبل الغني. الفقير كان ياخذ توصاله حصته من اي شيء قبل من كل شيء. نحن الله يعيننا هوني في هالبلاد. والله يا خاي الفقير عايش من اللي تموت، شغل ما في، عمل ما في، والرزق على الله. هاي شوف بقى شلون عايش الفقير لحاله بالتعريف، والاكثريه تحت الارض مطفر. ايش السبب؟ السبب الضرائب اللي عم يحطوها بالمعابر والغلاء، ولا في ايش اسم لك، كل شيء غالي. يعني بيقول لك الفروج ارخص شيء، الفروج هلا كيلو البندوره ب 25، كيلو الموز ب 20 ارخص من البندوره. كله كيلو الخبز، هذا الخبز بده ربع كيلو زيت حقه 60 ورقه. يعني ايش في، كل شيء غالي. والله بدك تسأل المعابر، بدك تسأل القيادي الحكيمي تبعيتنا حكومة الإنقاذ، بدك تسأله عن سبب الغلاء. ايش عم تسألني؟ اسألهم قلهم اللحم وين عم يتهرب على العراق، وين العجول، وين العجول طالع. هو من ساعة تركيا وصل كيلو 300 ورقة كيلو العجل اليوم. بدك تسأله الحكومة، لا تسألني إلي، سأل يا أبو محمد جولاني. دين مثل كل العباد، مثل كل الشعب، مثل كل الشعب، فقر ونقر وفقر وضيق الصدر. وأبو محمد قائدنا بخير الحمد لله. خطي الشتاء اختبار صبر المؤمنين. السلام عليكم. واحد 15 15